طيب النهارده بقى واحنا يعني نتابع هذه القمه التي كانت مرتقبه ومنتظره، يعني كان في حديث عن المشهد داخل مصر والتطور والانجازات التي تحقق على المستوى الاقتصادي، على مستوى حرب مصر، على الارهاب. يعني شايفه هذا الوصف الامريكي قراتيه ازاي حضرتك؟ دايما زيارات الرئيس بتبقى فيها شق سياسي وامني، شق اقتصادي، وشق ثقافي. الحقيقه في الشق الاقتصادي مصر دايما والرئيس دايما بيشرح التطورات اللي حصلت والاصلاحات الهيكليه اللي حصلت وايه اللي تم على الارض وايه اللي تم في البنيه التحتيه بهدف رئيسي وهو جذب الاستثمار، لانه جذب الاستثمار معناه انه الاقتصاد المصري بيتحسن، معناه انه احنا في الطريق الصحيح، معناه انه مصر اكثر استقرارا، معناه خفض البطاله، وكل دي حاجات تهم مصر. كمان لازم دايما نبص للامر على انه لازم يكون مفيد للجانب الاخر طبعاً. طب ليه المستثمر الامريكي بيجي؟ المستثمر الامريكي بيجي، مصر بتشرح ان هي سوق من 105 مليون مواطن، ان هي ركيزه للاسواق الافريقيه، لانه مصر عندها اتفاقيات مع دول افريقيه تستطيع منها الدول الاخرى ان تستخدم مصر كركيزه للتصدير لافريقيا. فدوت مصر كله بتشرحه، كمان لانه مصر بتحتاج مسانده القوى الكبرى في المؤسسات الماليه زي صندوق النقد وزي البنك الدولي، ودوت الحقيقه احنا عارفين ان نسبه التصويت للولايات المتحده الامريكيه كقوه كبرى في المؤسستين كبيره، فبيبقى مهم اننا نشرح على المستوى الاقتصادي، مهم اننا نجذب مستثمرين جدد، ومهم اننا نخلي المستثمرين الامريكان اللي موجودين يتوسعوا في استثماراتهم. زي ما احنا عارفين وزي ما حضرتك عرضتي الانفوجراف قبل ما انا اكون معاكي انه امريكا ثالث أكبر مستثمر في مصر، لكن كمان مصر بالنسبة لأمريكا هي أكبر نسبة استثمارات في أفريقيا، فده مهم جدا إننا نزود من الاستثمارات. هي كويسة في وضعها الحالي لكن نطمع في زيادتها، لأنه مصر بتتحول من إننا يكون المساعدات الاقتصادية إلى استثمارات وإلى دعم السياحة في مصر. فده فيما يخص الملف الاقتصادي. فيما يخص الملف الأمني، الحقيقة إنه في مشاكل أمنية إقليميا ومصر بتلعب دور فيها، زي مثلا مشكلة الدول التي تعاني، سوريا، الوضع في ليبيا والدور اللي مصر بتلعبه، سياسة مصر، رؤية مصر فيما يخص الملف السوري، الجهود المصرية في ليبيا، ملف اليمن، وطبعا الوضع في فلسطين، والوضع الحقيقة متأزم جدا، شفنا أهل غزة وأهلنا في غزة بيكره فيهم إيه، ومصر تسعى إلى أن يكون هناك سلام وكانت رائدة للسلام. في الملف الأمني، وده ملف مهم جدا، الملف الأمني بيشمل مكافحة الإرهاب، مصر عضو في التحالف الدولي في مكافحة الإرهاب، تم إجلاء الرقة والموصل من داعش، الإرهابيين دول اللي كانوا موجودين هيروحوا فين؟ الإرهابيين الفارين، بالإضافة إلى إحنا شفنا اللي حصل في مصر، إنه النهاردة الصبح، إنه الإرهاب يعني بيتواصل وبيحاول إنه يشحذ جهوده، يبقى هنا إحنا إزاي إننا بنتبادل المعلومات مع الجانب الأمريكي، بنتبادل الخبرات، بنقول لهم جهودنا وعملنا إيه في مكافحة الإرهاب. كل ده بيبقى مهم جدا فيما يخص مكافحة الإرهاب. كمان احنا عندنا ملف المساعدات العسكرية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية. مصر بتحصل كل عام على 1.3 بليون دولار في شكل تدريبات، في شكل أسلحة، في شكل قطع غيار. كل ده بيخلي في علاقة مهمة وتواصل فيما يخص هذا الملف. كل دي ملفات متشابكة ومهمة. كان عندنا حوار استراتيجي في مارس 2015، ازاي اننا يبقى عندنا حوار استراتيجي لتاني مرة، لانه بيتناول ملفات مختلفة. كل ديت الحقيقة مهمة، علاقات مهمة مع الولايات المتحدة الأمريكية، اللي هي خلينا نفتكر انها حاليا القوة العظمى في العالم.